بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من حلت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض من المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظمهم فسادا حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه فهم من جنس واحد. والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري ومسلم أيضا. قال: فمهر البغي هو الذي يسمى جذور القحاب، وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم، وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. قال: وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة. الأخيذة يعني المال المغتصب المأخوذ من المارين في الطرق من قطاع الطريق. كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، ومنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. هذا الكلام يبين منهج أهل الحق في هذه المسألة، فليس بمجرد أن يتولى الإنسان ولاية من الولايات أو إمارة من الإمارات يأخذ كل الحقوق دون أن يكون عليه واجبات، وتكون حقوقه كحقوق الخلفاء الراشدين كما يزعم بعض أهل الهوى والجهل والعياذ بالله، وإنما أقيم ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يقم بذلك كان بمنزلة مقدم الحرامية رئيس قطاع الطرق، أو بمنزلة القواد الذي يجمع بين الرجل والمرأة في الفاحشة والعياذ بالله. حكمه بناء على فعله وليس مجرد على وظيفته الرسمية أو أنه تسمى باسم ولاية الأمر، لكنه يقوم بعكس ما أقيم من أجله. يقول: وكانت حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي خانته، فكانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله فيها: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تبارك وتعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب القوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، مجرد الدلالة أو مجرد المعاونة على ذلك. فكيف بمن يترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود لأنه يرى أنه لا يجوز إقامة الحدود أو لا ينبغي إقامة الحدود، وكيف بمن يصف حدود الشرع بأنها من مخلفات القرون الوسطى
أو أنها والعياذ بالله من بقايا التخلف الذي كان فيه المسلمون عبر القرون، نعوذ بالله من ذلك. من كان يفعل ذلك إرضاء للكفار أعداء الإسلام ليس لمال يأخذه، ولذلك نص فقهاء المالكية وغيرهم على أن يعني من كان يأخذ أموال الناس ظلما وعدوانا ولو كان من الأمراء، كان في زمن المماليك من يأخذ أموال الناس بالقهر ولا يغيث منهم علماء ولا سلاطين ولا غيرهم، نص صاحب حاشية الدسوقي على مختصر خليل في فقه المالكي أن قطاع الطرق يدخل فيهم، يدخل في تعريفهم أمراء مصر في ذلك الوقت من هؤلاء المماليك، لأنهم لا يغيثهم، يأخذون المال بقوة سلاحهم ولا يغيث منهم عالم ولا غيره، فجعلهم قطاع الطرق. وهذا كلام شيخ الإسلام واضح جدا، أن ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود كان بمنزلة مقدم الحرامية وبمنزلة القواد، يقول. وهذا وكان حاله حال شبيه بامرأة لوط عجوز السوء، يقول. وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا غاية في الأهمية في هذا من هذا الموضع، أن مقصود الولاية ليس لأجل أن يستمتع الوالي بالأمر والنهي على الناس، ليس لكي يوجد للناس أي أمر وأي نهي، فإن هذا موجود عند الكفار وعند الظلم وعند المجرمين، إنما مقصود الولاية الشرعية هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول ولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. يبقى لا توصف ولاية بأنها شرعية إذا كان عكس المقصود هو الذي يتم، ولا يمكن أن يكون هذا ممن أمر الله عز وجل بطاعته على أنه من أولي الأمر من المؤمنين من المسلمين. يقول فهذا مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. وهذا شيخ الإسلام يضربه كمثال، وقد صار في زماننا أضعاف ذلك أضعاف مضاعفة، ليس على سبيل المثال، بل هو وجد بالفعل من نصب ليعين المسلمين على أعدائهم، فإذا هو يعين الأعداء على المسلمين وعلى المجاهدين، بل ويمكن الأعداء من بلاد المسلمين ويسلطهم على أهل الإسلام. يقول وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين، يعني كل من أعان على قتال المسلمين بشيء من أموال المسلمين العامة من خزائن دول كثيرة تعين على وتمول حروبا ضد الإسلام وأهله في بلاد أخر، وهذه الأموال إنما جعلت في أعناقهم أمانة لينفقوها في سبيل الله عز وجل، ومن ضمن ذلك الجهاد في سبيل الله، فصاروا يعاونون بها أعداء المسلمين ويقاتلون بها المسلمين. يقول يوضح ذلك أن صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفات الأمة الإسلامية وصفات من يقوم بأمرها، هذا هو الواجب، هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ما شرع الله أن تجتمع الأمة على أي أمر، وإنما تجتمع على أن يتوالى أبناؤها في إقامة أمر الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعجب أن هذه الصفة قدمت في هذه الآية على إقام الصلاة. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كما قدم الأمر بالمعروف عن المنكر في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قدم على الإيمان بالله. ليس لأن الإيمان بالله أعظم يعني أقل أهمية، نعوذ بالله، الإيمان يشمل الأمر بالمعروف عن المنكر، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعظم من الأمر بالمعروف عن المنكر، ولكن حقيقة الموالاة إنما تحصل بناء على ذلك مقدمة، لأن هذا الذي يظهر حقيقة الإنسان، الأمر بالمعروف عن المنكر والدعوة إلى الله والسعي إلى إقامة دين الله عز وجل، به تحصل النصرة، تحصل المحبة. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ينفع صاحب هذا العمل في نفسه، وتركه يضره في نفسه. وأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو عماد المجتمع المسلم، والموالاة والأخوة في الله سبحانه وتعالى إنما تحصل بهذا الأمر أعظم مما تحصل بغيره، والله أعلم. وقال تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذكر الله عز وجل ذلك في سبب لعنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سبب لعنهم على ألسنة الأنبياء أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فكيف يجعل سبب اللعن سببا للولاية والسمع والطاعة؟ وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها حال من ارتكب المنكر وهم المعذبون بالعذاب البئيس، وذكر نجاة الذين ينهون عن السوء، وسكت عن الساكتين سبحانه وتعالى. الله أعلم بأي الفريقين لاحقوا، والأمر فيه اجتهاد، المنصوص عليه نجاة الذين ينهون عن السوء، ولذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبب للنجاة، وليس كما يظن البعض أنها سبب للضياع وسبب لخراب الدنيا وضياع الأموال والأولاد وعدم أكل العيش. يقول لك كل عيش وربي عيالك حتى يترك ما وجب عليه من الدعوة إلى الله عز وجل. كم من ناصح بذلك يدعو إلى الهلاك وهو لا يدري، وهو يزعم أنه يدعو إلى النجاة. والله عز وجل إنما ذكر نجاة الذين ينهون عن السوء، ومثل هذا مذكور في قوله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فذكر الله عز وجل أن قليلا ممن مضى هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض وهم الذين أنجاهم الله، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يقول: فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السيئات وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خاطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، صححه ابن حبان وصححه أيضا شيخ الإسلام. وهذا يدل على أن معنى الآية: عليكم أنفسكم ألزموها طاعة الله، ومن ضمن طاعة الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا اهتديت بأن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وفعلت ما وجب عليك لم يضرك فعل
المرتكبين للمنكر إذا عجزت عن تغييره بأكثر مما فعلت، فلا يضرك ولا إثم، فلا يضرك فعلهم ولا عليك من إثمهم. وليس فيها أن المسلم يسعه أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عن الإعانة على المنكر، فضلا عن المنع من المعروف والأمر بالمنكر. ولهذا خصال، بل هذه خصال المنافقين، كما وصف الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، فكيف بمن يقيم أمره على ذلك؟ هذا أغلظ وأشد، نسأل الله العافية. يقول وفي حديث آخر: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ومعنى صحيح ولكن لا يثبت مرفوعا. أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، فيه مروان بن سالم الغفاري متروك، وأخرجه البيهقي وأبو نعيم من قول بلال بن سعد. يقول: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة، أنواع المعروف يعني، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. وليس فقط أنه يقيم الصلاة بمعنى أنه يترك الناس يصلون، كما يقول البعض الصلاة موجودة، اللي عايز يصلي يصلي. طب ما الكلام ده موجود عند اليهود، ما اللي عايز يصلي يصلي، وموجود عند النصارى وعند المشركين، اللي عايز يصلي يصلي. لكن الكلام على أنه إنما أقيم ليقيم الإسلام الذي من أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فعليه أن يعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا بتركها بإجماع المسلمين. يعني ناس بيقولهم إحنا مش هنصلي، أو هنخلي اللي ما يصليش عندنا هو حر، وحد يقرب منه يعاقبه احنا هن ايه هنمنعه. تمالك مش عايز يصلي ما يصليش، طب ولو جه عاقبه احنا اللي هنعاقبه، احنا اللي هنقاتله. هذا معنى الايه؟ الامتناع. طائفة ممتنعة ببعضها، طائفة تقاتل من يريد معاقبة تارك الصلاة، وهي تاركة للصلاة، او كما ذكرنا جزء منهم تارك وهم ممتنعون ببعضهم. يقول: فإن كانت تاركون طائفة ممتنعة قوتلوا بتركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. الاستحلال هنا يقصد الفعل به، وإلا فهو قد بين أنهم وإن لم يجحدوا فإنهم بلا نزاع أنهم إذا جحدوا وجوب الصلاة والزكاة وغيرها كانوا كفار المرتدين، وهو يجعل هذا الأمر نوع آخر وهو قتال الطائفة الممتنعة كما بينه في الفتاوى في موضع آخر. وكذلك فعل استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها من الكفر إذا كان يعني باعتقاد حلها، وأما أن يفعلها وهو يقول هي حرام ويمتنعون بذلك، يمنع بعضهم بعضا بذلك، فإنهم يقاتلون بالإجماع كما نصه عليه. يقول: وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. عن التزام، هنا الجحد إذا كان أو الاستحلال إذا حصل من طائفة كانوا كفارا، وإذا حصل إقرار ولكن لم يلتزموا، قالوا نحن نعلم أن الصلاة فرض وأن الزنا حرام وأن الخمر حرام، ولكن نشرب ونسمح بشربها عندنا ونقاتل من يقاتلنا على ذلك، وجب جهادهم حتى يكون الدين كله لله.
باتفاق العلماء. وهذا الأمر إنما يجب على من قدر على ذلك، وهو ذكر مثل ذلك رحمه الله في قتال التتار، وإنما يجب هذا الأمر على من قدر عليه من طوائف المسلمين. وأما من عجز عنه أو كان في قتاله استئصال له ولطائفته فإنما يكلفون ما يقدرون عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذ أسباب القوة حتى ييسر الله عز وجل ذلك. وهنا في حقيقة الأمر قد انقسم الناس يعني فرقا في فهم هذا الكلام، فمنهم من أوجب القتال لمن امتنع من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وإن أقر بوجوبها على أي أحد، حتى قال في بعض أقواله أنه لا بد وأن يقاتلوا ولو بعصا ولو بحجر، ولم يلتفت إلى شرط القدرة. ومنهم من جعل أمر القدرة إذا عجز الناس عنه يقرب الأمر بأن يجعل هؤلاء الذين يستحلون أو لا يلتزمون شرائع الإسلام طالما قد تمكنوا من البلاد أنهم هم الذين يعني يجب على الناس طاعتهم ويجب على الناس اعتبارهم ولاة الأمور. وهذا الذي وقع مثلا من احتلال التتار للعراق والشام وبلاد ما وراء النهر قبل ذلك، هل قال العلماء أنهم حين نطقوا الشهادتين وحين صار عندهم سماح بالصلاة وفعل قليل لها وكان عندهم صيام رمضان أكثر، هل صاروا ولاة للأمور في البلاد التي أخذوها؟ وهل صار هؤلاء التتار واجب السمع والطاعة في البلاد التي احتلوها؟ وأن يقال هؤلاء في بلادهم أو البلاد التي سيطروا عليها صاروا هم حكام المسلمين وأمراء المسلمين كما أن قطز وأمثاله صاروا أمراء المسلمين في بلادهم في البلاد التي هم عليها؟ هذا لم يقله أحد من أهل العلم. وكذا في أمور الاعتقاد، الدولة الباطنية التي كانت في مصر وأفريقيا بل وجزءا من الحجاز بل ومكة والمدينة جزءا من الدهر، هل قال العلماء أنها صارت واجبة الطاعة لأنها سيطرت على البلاد؟ هذا لا يعني لا يقوله عالم، وإنما كان مقصود الإمامة ومقصود الولاية إقامة الدين. فإذا لم يحصل ذلك لعجز لم تكن إمامة، وإذا عجز الناس عن إزالة ذلك لم يتغير الحكم، ولكن سقط عنهم ما وجب عليهم، ما وجب على غيرهم، سقط عنهم ما كان واجبا لأجل العجز، سقط عنهم ما كان واجبا لأجل العجز. ولذلك نقول هناك تفاوت بين الناس في فهم هذا الكلام مع أنه في غاية الوضوح، لكن اتباع الهوى هو الذي يغير، نسأل الله العافية. وكذلك الجهل، عندما يظن إنسان أن هذا الكلام ينطبق أو يجي يخاطب به كل أحد فأوجب على المسلمين ما لم يقدروا عليه بحال، وترتب على ذلك من الفتن والفساد ما الله أعلم به. شيخ الإسلام كان يخاطب بهذا الطائفة المؤمنة المسلمة على ما كان فيها من خلل في مصر وأجزاء من الشام في مواجهة التتار المحاربين لأهل الإسلام، ولم يخاطب بذلك أسر المسلمين الذين عند التتار، ولم يخاطب بذلك من يعجز عن قتالهم ممن كان من المستضعفين من المسلمين في العراق وبلاد ما وراء النهر. وذلك لأنه يعلم وكل العلماء ينصون على أن الأمور مردها إلى القدرة، وليس هذا فقط في الطائفة الممتنعة بل حتى في الكفار المعلنين بكفرهم. قد نص الجويني رحمه الله على أنه إذا نزل ملك عظيم الشوكة أطراف بلاد الإسلام لم يتسارع إليه الآحاد، لأن ذلك فيه استئصالهم وإبادتهم، وإنما ينتظر المسلمون حتى يجمعوا من يقدرون على مقاومة هذا الملك الكافر الذي نزل ببلاد الإسلام. وهذا الذي حدث عبر التاريخ في مرات كثيرة، عندما يعني سقطت كثير من البلاد الإسلامية تحت احتلال الكفار، منهم من أباد المسلمين فيها إبادة تامة، ومنهم من أباد بعضهم،
والمسلمون العاجزون لا يكلفون ما لا يقدرون عليه، وأهل العلم خاطبوا دائما أهل القدرة وطلبوهم بإعداد العدة حتى يحرروا هذه البلاد ممن تسلط عليها. لذلك نقول هذا الباب باب عظيم الأهمية. المقصود أن الشيخ الإسلامي يخاطب هنا من ولاه الله أمر المسلمين حتى يعلم ما معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي منه إقامة الصلاة. يقول: وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وهذا قول الحنفية أن تارك الصلاة لا يقتل ولكن يحبس ويضرب، وهو قول الزهري رحمه الله، وهو أيضا منسوب لسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، فهو قول مشهور في عقوبة تارك الصلاة بالضرب والحبس. يقول: وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. يذكر شيخ الإسلام أولا الخلاف في عقوبة تارك الصلاة، هل تكون بالضرب والحبس حتى يصلي أم أنها تكون بالقتل بعد الاستتابة، وقوله بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد يعني يدعى إلى الصلاة، وليس أنه يقصد أنه مرتد، وإلا فقد نقل مباشرة بعدها فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان. إذن هو يقصد بذلك الاستتابة، وهو أن يعرض على القتل وينظر، هل ينظر صلاة واحدة، هل ينظر عدة صلوات، هل ينظر ثلاثة أيام، هذا الذي يستتاب في كيفية الاستتابة، وليس أنه صار مرتدا بذلك بمجرد العرض عليه أو بمجرد ترك الصلاة. وهذا الذي نقله هنا من أنه لو لم يصلي حتى قتل فإنه على قولين، يدل على ما ذكره في المواطن الأخرى من أن من ترجيح، يعني من أنه يعني يقتل كافرا، أن هذا ترجيح شيخ الإسلام وليس أن المسألة مجمع عليها، فإن بعض الناس ظن هذه مسألة إجماعية، وبالتالي بدع من خالف في ذلك وقال أنه يقول بقول المرجئة، ويظن أن شيخ الإسلام قصد ذلك. وشيخ الإسلام أعرف بمذاهب أهل العلم من أن ينسب إلى أئمة كبار تهمة الإرجاء، ولكن يقول: من قال أنه يقتل مسلما قد دخلته الشبهة التي دخلت على المرجئة في أن القدرة الجازمة والإرادة الجازمة قد تجتمع مع الامتناع عن الفعل. يعني مسألة في الحقيقة مسألة مرتبطة بالاحتجاج، وليس أنهم صاروا بذلك مرجئة. المرجئة ظنوا أنه يمكن أن يوجد الإيمان الكامل في القلب مع امتناع العمل الواجب، وهذا من جهلهم لحقيقة الإيمان. فذلك الذي قال أن من قال هذا دخلت عليه نفس الشبهة، وليس أنه صار مرجئا في ذلك، وهو نفسه رحمه الله ينقل الخلاف المشهور في هذا الباب، وحتى في مسألة القتل. ونحن يعني نرجح ما رجحه ونقله عن أكثر السلف وإن لم يكن أكثر المتأخرين من الفقهاء، نرجح ما رجحه من أن من صبر على القتل حتى يقتل ولا يصلي أنه يموت كافرا، وهو بالفعل لا يمكن أن يحدث. هذا فرض لا يقع ولا يحدث، أن يوجد إنسان يعتقد وجوب الصلاة وأن الله يعذبه أنواع العذاب على تركها في الدنيا والآخرة
ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول لا أصلي ولو قتلتموني بلا مانع ولا عذر، فهذا لا يكون في قلبه الإيمان، أصل الإيمان إذا صبر على القتل هذا لا يقع ولا يحدث. من ظن أنه يمكن أن يكون عنده أصل إيمان ويصبر يفترض مسألة نظرية لا توجد في الخلق، بل أدنى عقوبة يبادر عندها إلى الصلاة. لو قيل له ضربناك 10 جلدات وهو يقول الصلاة فرض، لن يصبر على جلدة واحدة، وإنما سيقوم مباشرة للصلاة فضلا عن العرض على القتل. وهذه المسألة غير مسألة ترك الصلاة دون أن يعرض على القتل، لأن الكثيرين من المتأخرين من المشايخ فضلا عمن دونهم جعل المسألة شيئا واحدا، وجعل أن ترك الصلاة بمجرده كفر ناقل عن الملة دون أن يعرض على القتل ودون أن يعرض على العقوبة. والمسألة الخلاف فيها أشهر من أن ينكر، وشيخ الإسلام نفسه إنما يرجح أن من صبر على القتل حتى قتل على ترك الصلاة ولم يصلي أنه كافر، وأما قبل أن يدعى إلى الصلاة ويعرض على القتل فقد ذكر فيه خلاف أهل العلم، وذكر أنه يعني يرجح أنه يكون كافرا عند الله عز وجل، كفر المنافقين كفرا باطنا، مع أن جمهور الحنابلة ينصون وهم القائلون بأنه يقتل كافرا وأن ترك الصلاة كفر، يقولون متى يكفر، نص هو رحمه الله على ما يذكره جمهور الحنابلة من أنه يكفر في الحالة التي يجب قتله فيها، إذا صبر على القتل قتل كفر في هذه الحالة، وأما قبل أن يعرض على العقوبة قبل أن يدعى إليها من قبل ولي الأمر فعامتهم لا يكفرونه ولو ترك صلوات، إلا الأجري رحمه الله منهم من الحنابلة، فهو يقول أنه يكفر بترك صلاة واحدة ولو لم يدع إليها. وشيخ الإسلام يتوسط فيقول هو مسلم في أحكام الدنيا كالمنافقين، وعند الله سبحانه وتعالى كافر إذا كان لا يعزم على القضاء، وأما إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا أو ترك بعضا وقال أقضي وعزم على القضاء فهو يجعله ليس بكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة. خلاصة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة ترك الصلاة أنه يرجح أن من قتل على ترك الصلاة قتل كافرا مرتدا، وأن من تركها بالكلية ولم يعزم على القضاء فإنه كافر في أحكام الآخرة من المنافقين، وإن عومل في الدنيا معاملة المسلمين. يرد بهذا على الإجماع الذي نقله أو ادعاه ابن قدامة رحمه الله من أن تارك الصلاة كانوا منتشرين منذ العهود الأولى في المجتمع المسلم، ومع ذلك لم يجعل لهم مقابر خاصة كالمرتدين والكفار واليهود والنصارى، بل ولا يزال يصلى عليهم عند المسلمين أمرا عمليا. فقال لا يمنع هذا الأمر من وجود الكفر الباطن الذي هو ككفر المنافقين، وأما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي ويعزم على القضاء فشيخ الإسلام لا يكفر، مع أن ذكر الأحيان هذه ليست عند الأئمة المتقدمين، أعني لأنه لا ضابط لها، متى يقال صلى أحيانا وترك أحيانا، لا ليس هناك حد يعرف بذلك، إلا أنهم يعرضونه على القتل كما ذكرنا بعد أن يترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث. والراجح في ذلك أنه إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها كصلاة الصبح أو صلاة العصر أو صلاة العشاء فإنها لا تجمع مع التي بعدها، إذا أخرها حتى يضيق وقتها فإنه يعرض على القتل، فإن أبى قتل.
صلاة واحدة حتى يخرج وقته. وأما إذا كانت تجمع مع التي بعدها فالصحيح أنه إنما يعرض على القتل في آخر وقت المجموعتين، والله أعلم وأعلم. قال: وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، وأما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: أخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم لا تفطر؟ أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ لا تفطر يعني لا تضعف. قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال: إن في الجنة لمئة درجة من الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. حديث صحيح، أخرجه أحمد وقال والترمذي وقال حسن صحيح. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم.